نخش على اللي بعده. ايه يا عم الشيف؟ هعمل دلوقتي شوربة الحريرة احطها على النار واخلص منها، لان فيها رز وفيها عدس وفيها تفاصيل كتيرة. حلو الكلام؟ اه. ايه مقاديرها على الشاشة؟ لحم كندوز متقطع مكعبات، او ضاني متقطع مكعبات، او لحم بقري اللي موجود عندك. ومعانا حلة كده على النار، نستخدم ليها معلقة سمنة حلوة زي الفل. الشوربة دي مش هتاخد وقت كبير مننا، غير اللي هي بس هتتحط على النار فترة التسوية كتيرة، انما انك تحطها على النار وتحط المكونات بتاعتها دي سهلة جدا. معلقة سمنة، نحمر فيها بصلة ناعمة، المقادير على الشاشة شفناها يا شباب، عدس اصفر، عدس اصفر، وعندنا لحمة متقطعة مكعبات صغيرة كيوبس صغير، ومعانا رز مصري، ومعانا حمص الشام، ومعانا بصل وتوم ومعدوس اللي هو البقدونس، ده المسمى بتاعه في المغرب او في تونس، وكزبره خضراء. بهاراتها طبعا البهارات العربيه، القرفه اللي هي الدارسين واللومي، كل دول مع بعض. والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. ننزل باللحم المتقطع ده كده، بتقطع صغير كده يعني قد حبيه الحمص يعني. اه اه شايف الجو ده كده؟ اه اه حلو قوي. شوربه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتتميز بالمحتويات بتاعتها. اه ونقلب كده. ملاحظه حاجه، ان انا ما نزلتش بالثوم هنا عشان الثوم ده يتحمر بسرعه، فانا مش عايز ياخد لون مني عشان ما يمررش الشوربه. اه اللحمه بس يتغير لونها. انزل ببقيه المكونات، العدس والرز والحمص. اه كل دول مع بعضيهم. اذا شوربه فيها كل المكونات دي، مش محتاجين حاجه على السفره غير طبق سلطه خضراء حلو كده، او طبق رز جنبها رز ابيض عشان الاطفال الحلوين، وصينيه البطاطس اللي انا دخلتها في الفرن دي كده. آه. حلو. فص توم حلو كده، اللهم صل على النبي. اه شفت التركية دي؟ مكعب زبدة صغير. حلو. معانا العدس بتاعنا، ومعانا الرز، اللهم صل على النبي، ومعانا كمان عود نعناع حلو كده عشان ريحة التوم. اه بتعمل ايه يا شيف؟ تركية اتعلمي الحتة دي بقى. خدت مكان صغير كده في قلب الحلة، ونزلت بمكعب زبده صغير، والفص التوم الحلو ياخد لون كده ما يحمرش من الجامد علشان ما يمررش بقيه الشوربه، وكده اخلطه مع بعضه. اهو ده المطبخ. مطبخ يا سيدتي مفتاح السعاده الزوجيه والعائليه. اه والله العظيم من المطبخ ده تقدري يكون فيه صله رحم، من المطبخ ده فيه حب كبير قوي. نحط العدس. اه نحط الرز، عندنا الحمص مستوي مش هياخد وقت كبير. اه عندنا ميه بتغلي على النار. كل الوسائل دي بتساعدك على انك انت ما توقفيش في المطبخ كتير. اه تاخدي الميه دي كده تسقطيها. اوبا اللهم صل على النبي. شوربه الحريره المغربيه بخفه دم مصريه. هنسيبها تغلى على النار، العدس والرز والحمص كله يستووا مع بعضه. شوربة الحريرة على النار، تبص عليها بصة كده، نزلنا عليها بطماطم مضروبة في الخلاط، عينيا هي زي الفل، فيها اللحمة المتقطعة مكعبات، فيها الرز، فيها العدس، فيها الحمص، فيها تفاصيل كتيرة، ولكن التركاية وليه سموها الحريرة لسه ما وصلناهاش، هنوصل لها بعد شوية. اه 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 اللهم صل على النبي. اه اه الرز طبعا هنا المصري بتاعنا غني بالكربوهيدرات والنشويات، هو اللي هيديها القوام. هو المفروض بيتحط لها معلقه دقيق، انا مش هحط لها دقيق للامانه، وده اختياري، بس هي باشهر المطاعم يعني يحط لها دقيق عشان تدي قوام. انا هعتمد على قوام النشويات بتاعه الرز والعدس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنغطيها ونسيبها على النار. الصباع ده شوفها كده، وده بقى شايفين السمنه ديت، ده خير الريف المصري بقى والصعيد المصري، السمنه الحلوه دي شايفينها اهي. بص على السمنه دي والله العظيم لو حطيناها في برام رز مش يتكلم مصري، يقول تحيا مصر. اتحطت في فطير مشلتت ما اقولكمش. هنحط منها في الشوربه بتاعتنا، عشان كده بقول لحضراتكم بخفه دم مصريه. اهي اهي شوربه الحريره، الله على الريحه. اهي مكعب سمنه، اوبا اوبا. بص بص بص، صل على النبي، هو ده.
هو ده الشوربه دي بقى، مش هناكل حاجه غير هي. اهي الله، اهي ايه الجمال والحلاوه دي يا شيف. دي هتاخد المعدوز دلوقتي اللي هو البقدونس والكزبره الخضراء، وبرضه هنقول سموها الحريره ليه في الاخر خالص. هي كده جاهزه، اهدي النار عليها واسيب السمنه تسيح براحتها. الشوربه اخبار ايه؟ الله هو ده. نغرف الشوربه دي كده بسرعه بقى عشان نقول سموها الحريره ليه سريعا كده. طبق الشوربه معايا. الشوربه اخبار ايه؟ معايا جاهزه، ارفعها اغرفها. وليه سموها الحريره؟ جت الفرصه ان انا اجاوب على السؤال، جت الفرصه ان انا اجاوب على السؤال اهي. يلا يلا يلا، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. شوربه الحريره من المطبخ المغربي. وليه سموها الحريره يا مغازي؟ وانا معاكي دلوقتي حالا. اهي اللهم صل على النبي. ناخد هنا يا عم الشيف ايه بقى؟ صفار بيضه، صفار بيضه، واحنا مع بعض التفاصيل دي مش هتلاقيها غير مع المغازي. صفار بيضه. ليه سموها الحريره؟ هو ده. يا دلعك يا دلعك يا شيف. تحويل الصفار لحظه اضافته للشوربه المغليه بيولد الخطوط الحريريه لطبق الشوربه. بس شفت ليه سموها الحريره؟ اوعى تحط بياض تقطع منك، الصفار اللي يخليك يديك الخطوط الحريريه. دي التفاصيل اللي بقول عليها. اصبحت ان الوجبه بتاعتي وجبه متكامله فيها كل العناصر. ما تستغناش طبعا عن المعدوس بتاعنا. عينيا، ايه المعدوس ده يا عم الشيف؟ اللي هو البقدونس. يعني الفول ده لسه ده الفول ده لو ما عملتوش هنضرب. خلي بالك ده، بص كل يوم انا اعرف ناس والله العظيم بيعملوا الطبق الفول اللي انا بعمله على السحور. حلو. شوربه الحريره. طب نقلب الكفته، نقلب الكفته اللي ريحتها قلب الاستوديو دي. الشوربه كده جاهزه. عرفتوا الحريره سموها ليه الحريره؟ عشان لما حد يسالكم. حلو.